الراجل وزير المالية محمد معيط عليه شوية تصريحات مستفزة، إنما إيه حاجة كده والله ما يتخيرش عن عبد الفتاح السيسي. الراجل امبارح طالع في مقابلة مع عمرو أديب بيتكلم على قصة الضرائب اللي عملوها في الساحل الشمالي وعلى الناس اللي هي رايحة مش عارف تعمل دايفنج وبتاع والكلام ده، وما يقولك لما حفلات بألفات والدولة تاخد 5 جنيه الناس تزعل. التصريح قدامكم اهو، بتدفعوا ألاف حفلات الساحل ولما نقول لكم هاتوا 5 جنيه للخزينة بتزعلوا. فاحنا بنصح حضراتكم ايه رأيكم، لان انا عارف انه يمكن نسبة 99.9% من اللي هيتصلوا بيا لا بيروحوا الساحل ولا عمرهم شافوه، يعني دي ناس اصلا الخمسة جنيه بالنسبة لها ثروة. فهو الراجل طالع يقول لكم لا انتوا بتدفعوا على فات في الساحل لما نقول لك هات 5. طب ما تيجوا نسمع محمد معيط قال ايه. نتابع. يعني لما الاقي حفلات، معلش سامحني يعني خليني بقى اتكلم بصراحه. اتفضل اتفضل. حفلات بتتعمل في الساحل الشمالي تذكره الدخول بالافات. ايضا. يعني الناس مش زعلانه. لكن لو الدوله هتاخد 5 جنيه لا الناس زعلانه. لا ما هي ما يا فندم مش كل الحفلات. اتفضل. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده بس. وانا جيت جنب ايه؟ حفلات الديسكو وحفلات اللي مش عارف ايه وبتاع اللي انا ما باخدش عليها وباخد جنيه. يعني عاوز تقول لي ان واحد راح دفع في حفله 3000 جنيه لو قلت له اديني 20 جنيه لا 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 خالص، ده حضرتك عندك حق تماما، ده ملوش. لا انا بتكلم يا فندم في الحفلات الاصغر في الناس اللي يعني ما هو برضه عندك حق خالص. انا مطلع وزير معايا بيقول لي الناس بتدفع 3000 جنيه فانا لما اقول له 5 جنيه فالمذيع اللي قاعد يونس شلبي في نفسه جدا بيهز دماغه. لا لا خالص يا فندم، انا بس بقول لك على الحفلات الاصغر. يا سلام يا استاذ عمرو، يا سلام يا استاذ عمرو يا مدرسه، يا استاذ عمرو يا كبير، ايه الحلاوه دي؟ ده نموذج ازاي تستضيف مسؤول وتساله، ازاي تستضيف مسؤول وتحرجه، ازاي تستضيف مسؤول وتناقشه في اللي بيقوله. يعني انا اللي اعرفه اللي بتفرج عليهم هنا يا استاذ عمرو، لا لما بيستضيف رئيس الوزراء بيبقى محضر له، لما بيستضيف وزير بيبقى محضر له. ما ينفعش وزير يطلع يهلفط معاه على الهواء بالشكل ده ويتكلم بالنبره اللي فيها تعالي على الناس بالشكل ده. وحضرتك كصحفي ولا مذيع كبير يا استاذ عمرو، انت بقالك حاجه و20 سنه في الموضوع ده، تطلع تهز دماغك زي يونس شلبي. يعني يونس شلبي كان بيمثل في العيال كبرت، انت طالع تمثل علينا يا استاذ عمرو ولا ايه؟ ايه اللي لا لا يا فندم كلامك صح، كلامه مش صح يا استاذ عمرو الحقيقه يعني، وهنعرف من الناس هل كلامه صح ولا لا، لان انا مش عارفه بيكلم مين. قال 3000 جنيه، يا راجل الحد الادنى للاجور 3500 جنيه، 3000 جنيه ايه؟ انت بتكلم مين؟ بتكلم مين الناس اللي رايحه تدفع 3000 دول؟ نسبتهم قد ايه في الشعب المصري يعني؟ المهم محمد معيط قال ان احنا عندنا فلسفه في تنميه الموارد الحمد لله، مش عن طريق التصنيع، مش عن طريق زياده الانتاج، مش عن طريق اي حاجه، انما عن طريق جيوب المواطنين. اه والله قال كده، تعال نشوف قال ايه. الاول سؤالي، فلسفه الدوله في زياده هذه الموارد على هذه السلع والخدمات. حاجتين، الحاجه الاولانيه زي ما حضرتك اشرت تنميه موارد الدوله، يعني طبعا العباء نتيجه للاوضاع بتزيد الانفاق جدا وبتحتاج انك انت عشان برضو ما تزودش الاستدانه انك تحاول تنمي موارد الدوله بحيث انك ما تاثرش برضو على السلع الاساسيه. وزي ما اشرت السلع اللي هي يعني مستخدمين بتوعها طبق يعني او خليني اقول لحضرتك يعني ما هياش من السلع الاساسيه في الاستهلاك يعني. فاحنا بننمي الموارد بتاعتنا الحمد لله من ضرائب المواطنين. في الوقت اللي محمد معيط بيتكلم على تنمية الموارد من ضرائب المواطنين وبيتكلم على ايه مشكلة اما تدفع 3000 جنيه في حفلة واقول لك ادفع لي 5 جنيه ضرائب ما تزعلش، عبد الفتاح السيسي بيوافق على قرض ب 2 مليار يورو للقطار الكهربائي السريع. الحمد لله احنا خلاص معانا فلوس لميناها من جيوب الناس، بدل ما نحسن معيشتهم نروح نجيب قرض زياده ونتدين زياده وخدمه دين زياده ويتخرب بيتنا وبيت اهالينا وبيت الاجيال الجايه عشان عايزين نعمل قطار كهربائي سريع. لكن في نفس الوقت اللي السيسي بياخد فيه القرض ده محمد معيط بيواصل ابداعاته وهواياته في انه يفرض ضرائب على الناس. نشوف الخبر ده من الشروق. محمد معيط: المواطن مش مهتم بالسلمون ولا بالحفلات اللي مش عارف ايه، الراجل عايز استقرار في الحاجات والسلع الاساسيه اللي بيحتاجها والدوله بتوفرها له. الله، هو مش محمد معيط من شويه يا جماعه كان بيقول انه الناس في الحفلات وانت زعلان؟ يعني الناس مش مهتمه بالسلمون والحفلات يا سياده الوزير، الناس مهتمه بالسلع والحاجات الاساسيه؟ اه يعني ده كلامك؟ ايوه ده كلامي. يعني ده اخر كلام؟ اه ده اخر كلام. طلعوا لنا يا جماعه محمد معيط في الخبر الجاي، ما هو طالما الناس مش مهتميه بالحفلات والسلع يبقى نزود السلع، نفرض ضرائب. طلعوا لنا الخبر الجاي لو سمحتوا.
وزير المالية يصدم مزاج المصريين، زيادة سعر البن 10%. كشف الدكتور محمد معيط عن زيادة جديدة في أسعار البن ليصدم بذلك مزاج المصريين. قال معيط أن البن من المنتجات اللي هيزيد سعرها 10%. الله يا سيادة الوزير، يا سيادة الوزير، هم مش الناس مش همها الحفلات وهمها السلع؟ طب انت بتزودها ليه؟ ايوه ما هو انا قصدي كده، لما الناس تهتم بالسلع اكتر فاحنا نزودها اكتر، فالناس تدفع اكتر فاحنا نلم ضرائب اكتر. لازم تفكر، لازم تفكر زي محمد معيط عشان تفضل في مكان محمد معيط. عبد الفتاح السيسي كان في يوم ما بيتحدث عن محمد معيط وبيسأله انت بتكسب كام؟ نتابع. فانا بهنيك، مش عايز اقولك بتكسب كام عشان انت لسه بادئ يعني، وبس مش ما تخافش، وزير المالية ملوش دعوة بيك خالص عشان تبقى مطمن. ما تخافش، بتكسب كام بقى يا محمد؟ بتكسب كام بقى؟ كان هنا بيقول له انه بيكلم مدير مصنع وان محمد معيط وزير المالية ملوش دعوة بيك يعني. طيب معيط الفترة الاخيرة اللي هو بيكلمكم عن الحفلات واللازم منه، رفع او عمل مكافأة 10% للي هيبلغ عن التهرب الضريبي. مكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير او الضريبة الاضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي. بلغوا عن بعض يا جماعة. وخبر كمان 2.5% زيادة على ضريبة أصحاب الدخول الأعلى من 1,000,000 جنيه. أنا ليه بجيب الأخبار دي كلها؟ عشان حضراتكم بس تبقوا يعني معانا في الصورة، فاهمين الراجل اللي بيقول التصريح ده هو شايف إيه وبيعمل إيه وبيتعامل معاكوا إزاي. عايز أختم عشان ما طولش عليكم في الاتصالات بالسيسي وهو بيتكلم إنه محمد معيط يا ضنايا يا حبيبي في حالة اكتئاب دائم. نتابع. طب أقدر أسألك أرباحك الشهرية كام تقريبا احنا؟ فندم احنا عاملين دراسة جدوى لأي مصنع بيتكون من ده بيتراوح من 23% بالنسبة المبيعات لحد 30% و35%، وده بالفعل يا فندم كلام على أرض الواقع، مش بنقول أرقام بس. هو الهدف من الكلام ده، اوعى تزعل مني يعني، هو أنا مش عارف ولا إيه؟ ما انتوا قاعدين ليل ونهار معايا دكتور مصطفى نتكلم في الشغل، في الشغلانة دي. طب الناس اللي الفلاحين ما يعرفوش ده يعرفوه ازاي؟ اللي احنا نعرفه واللي هم يعرفوه نتقابل على ارضيه مشتركه لتنفيذه فعليا. لتنفيذه ايه؟ فعليا. انت عايز تملى جيب الناس؟ حد يقول لي انا اجيب الناس اديهم ايه يا فندم؟ اديهم ايه؟ طب هو انا عندي اهو، واعز واكرم ويحقق يعني نمو ويخلي وزير الماليه اللي هو هنخلص عليه يعني من اللي بنعمله فيه. هو فين دكتور معيط؟ والله العظيم الدكتور معيط في حاله اكتئاب دائم. فيعني دكتور هلا برضو اكتر حاجه تعملها ابتسامه لطيفه وخلاص، ما فيش هتموتنا يعني ولا ايه؟ مش كده يعني؟ شفتوا بقى انتوا ظالمين الدكتور معيط ازاي؟ الراجل في حاله اكتئاب دائم يا جماعه، والله لازم تحسوا بيه.